السلام عليكم الغزالات ديالي، كصبحتوا لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع هذا الجو؟ كي داير وليداتكم؟ هو صباح الرزيزه البنات والعسل البلديه هذا الصباح هذا كيف ما كتشوفوا. صبحت في الدار، صبحنا مجموعين انا وليداتي وراجلي في الدار، والرزيزه صراحه كل النهار كيفطروا بها غير وليداتي وراجل راجل راجلها راجلي قليل فين كيتجمع معانا. وهذا النهار قلت هذاك الشيء اللي بقى غادي نسخنوا، هكا انا كنفورها في الكسكاس، كنديرها كتفور في الكسكاس مزيان، وكندير ليها العسل البلديه من الفوق صافي، وكان مع اتاي وكنفطروا بها الله يجعل البركه. المهم الغزاله ديالي كنبغي نقول للشيان شكرا لك بزاف، ودعيوا البنات مع البنوته ديالها مسكينه اوسبيتاليزي، دعيوا معاها بشفاء ان شاء الله وتشافى وتخرج هي وياها من لوبيتال. راكم كتعرفوا ملي كيكون الواحد في لوبيتال بوحديتو ما كيطلع لك شي واحد، ما كيخليوش الزياره ممنوعه، شويه كتجي القضيه قاصحه. ايوا الغزالات، من مورها فطرنا وبديت وليداتي خرجوا مع باباهم مشاو للغابه، وبديت انايا في الروتين اللي كدير كل وحده. كل نهار كنبداو لا الصباح كنطويو غير في المانط، ما كنتسالوش معاهم. جمع هاد الكاشه، جمع الكاشه الثانيه، زيد الكاشه الثالثه، سير لوليداتك، هذا هو الروتين اللي كنديرو كل نهار. صراحه الصيف باش زوين كتقدر تنعس بلا غطا، ولا الا درتي عليك ليزر بحال هكا وصافي. الشتا خاصك تلبس، لمتي كل برد خاصك تلبس وخاصك تغطى وخاصك بزاف بزاف ديال انا بزاف ديال الحوايج تلبسهم، من موراها تغطى بالكواش بزايد. المهم ماشي مشكل، الحاجه اللي جات فوقتها كتنفع، وحنايا كيف كنقول لكم دائما ضعافين، اللي جات كنتشكاو منها، جا البرد كنتشكاو منه، جا الصيف كنتشكاو منه، ما كنقدروا على حتى شي حاجه، كلشي كيغلبنا. صافي انا ساليت من بيتي ودزت الوليد البيت ديال الوليدات، وصراحه ملي درت لهم هكا النوامس وتهزوا وليت كنلقى واحد الراحه. البنات ماشي بحال في الاول، ما كنتسالاش غير من الجميع ديال البونجات في الارض، جمع البونجات، جمع الكاشه اللي فوق منها، جمع الغطاء اللي فوق من الكاشه المخاد، وهذا كتبقى القضيه مرونه. وسورتو ملي كتعرفوا هكا هي البارطمات كتكون شويه ديال الضيق، وعندك الحاجه حد قدو ما عندكش فين تزيدها، هكا هي النوامس كتكون القضيه مزيانه. صافي دغيا كيتجمع البيت ديالهم بالزربه، كيتجمع كيبقى مطرف مجموع. ملي كتكون شميش راني كنطلع هكا يا الكواش يتشمشوا، ملي ما كتكونش راه ماشي كل نهار كنشمشوا، باش ما كذبش عليكم نقول لكم راه يوميا، ماشي يوميا. وصافي هنايا دزت الفطور، تبارك الله الطبيله ديال الفطور خاوي، هذاك الشيء اللي فيها هو اللي قلت لكم. الرزيزه درتها في الطبيصل صافي، والبراد ديال اتاي باش ما نقول لكمش البنات راني كنزوق ونحلق. داك الشيء اللي كاين كل نهار واش ارزقو كل نهار شنو كيكتب الله. هنايا لا نابراني حيدتو، عرفتو عندي واحد المشكل، عييت من شريف الالوان ديال البلاستيكات اللي تيكونوا على الطبله القلع كما كنقولوا له، وملي كنتغدى ولا نتعشى ولا شي حاجه فيها الخرقوم كيبقى ليا مطبوع، كنعيا ما ندير جافيلو، نخليه واحد المده وعاد نحيدو والو، كيبقى ليا داك الصفوريه في القلع عصباتني صافي. متملي حيدتو وقلت غادي ناخد ترونسبارون، حيت ترونسبارون ما كيشدش فيه، ما تيبقاش داك اللون باين، حتى ناخد ترونسبارون حتى نخرج ان شاء الله. غير مازال ما بديتش نخرج، باقي ما بديت لا نتقدى ولا نخرج ولا حتى شي حاجه، غير نولي نبدا نخرج ونتقدى غادي نمشي ناخد لا ناب ترونسبارون لهذا لا طابلا مونجي. وصافي هنايا دغيا كتجمع ليا الدار بقوه، ما كترون دغيا، كتجمع دغيا سبحان الله العظيم، بالزربه كترون وبالزربه كتجمع، وانا راني نفقو صح واحد الفقصه ما نقول لكمش، راه غتبان لكم في وجهي المرض زائد عندي واحد الفويت ولا ما عرفتش شي قادوس مخنوق ولا شي حاجه ديال لا ماشينا لافي كتخرج ليا الماء من الدار من على برا ومن الدار من على من الداخل. كنت البارح عند ماما وجا راجلي ما عرفت شنو دار في الدار، ويقول لي قال لي واش راه الزربيه اللي كتفرشيها في الكوزينه راها عمرات بالماء. والله مازال كنتسنى غير حتى يجي الشهر ان شاء الله باش نعيطو البلومبي ويشوف شنو المشكل اللي كاين وداكشي اللي كنقومو به. وصافي هادشي اللي كاين، الشغل ديال الدار دغيا كيتسالى. هنا في داك القريعه سبراي عندي فيها داك الكوتا كوت الريحه ديال البخور، كندير فيها شويه الماء جافيل صافي، كنرش غير هكا رشه خفيفه وكنجفف بهاد الجفافه اللي كتشوفوا بالزربه، كتولي الدار نقيه وكتشمع دغيا وما كتاخذش منك الوقت، وماشي داك عصري وعاودي ديري سطل وسطل تيقطر في الارض وعصري وجفي والكراطه وهذا. هادي بالزربه كندير داك السبراي كنرشو اكيد من مور ما كنشطب. وصافي هنا غادي يكون تسلى الروتين، وتكملوا معايا الفيديو ديالي. الكبيدات ديالي كي داير لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله، تكونوا على خير وبخير، تكون احوالكم طيبه، تكونوا مرتاحين. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو توحشتكم بزاف بزاف بزاف، غبرت عليكم واحد المده تقريبا 4 ايام ما حطيت حتى شي فيديو، راكم عارفين كنت مريضه مريضه صراحه، مهدوده شاده الفراش ما كنوضش،
حتى وليداتي جلسوا من المدرسة تقريبا هاد السيمانة اللي دازت كاملة، جلسوا من المدرسة انا شادة الفراش، عاد واحد المرضى واحد ما عرفت شنو هاد الشيء. المهم من بعد ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص على هاد المرضى اللي دازت عليا، ونقول لكم شنو هما الدواء اللي خديت باش زعما بريت، وكيفاش حتى وليداتي الحمد لله حتى هما ولاو مزيانين. المهم دازت علينا غير الدار جالسين، ما تنخرجوا فين ما كنمشيو فين، حتى الحمد لله داز كل شيء بسلام. وردوا البال، ردوا البال الناس اللي تيقولوا المرض راه ما كاينش، المرض راه كاين، غير حنايا كنقولوا لا راه البرد، لا غير الرواح، لا حقا دوشت وما لبستش، لا كنت سخونه وخرجت وضربني البرد. ردوا البال من هذا الشيء، وحاولوا انكم تشكوا في راسكم، ديروا التيست وتاخذوا الدواء، حيت الا مشيتوا حتى غفلتوا، حتى كتمشيو الله يحفظ تبقاو شادي الفراش، ملي كتمشيو كتلقاو داك الشيء ولا في مراحل متقدمه، كتلقاو الله يحفظ الريات قاصت، كتلقاو بزاف ديال الحوايج اللي صافي ما كيبقى لكمش الوقت فين تقادوا وفين تداويو راسكم. اللهم الواحد يضرب الفقد فراسو على بكري. المهم هاد النهار هذا درت لكم واحد روتين، انا عارفاكم كيعجبوكم الروتينات، عارفاكم كتبغيو الروتينات بحال هكذا، وكيف كنقول لكم دائما ماشي حيتاش ما كتعرفوش تخملوا، ولكن نوريكم كيفاش تخملوا، غير هو الواحد كتكون عندكم واحد الطاقه وتولي عندكم واحد الحماس، وكتبغي تنوضي تنتي ديري بحالي ولا بحال الاخرى، كتبغي دارك تكون مجموعه ديما تشوفيها مقاده وصافي. هذا هو الهدف من الروتينات. وخلاص حنا العيالات كيعجبنا نتفرجوا في الروتينات، كيعجبنا نشوفوا التخمال والتشقى وكيفاش مرتبه الصالون ديالها، كيفاش مقاده بيتها، كيفاش مقاده كوزينتها، كناخذوا افكار من بعضياتنا، حيت كون ما كانوش هاد الفيديوهات بحال هكا غادي يبقى داكشي العادي في اللي كنعرفوا والدينا كيف كانوا، جدودنا كيف كانوا، داكشي فين غنبقى. ولكن بحال هاد الروتينات هادو والجولات وكيفاش كتنظمي هادي، وكنشوفك كيفاش مصاوبه حمامك وكنبغيت انا نصايبو، كنشوفك كيفاش مصايبه صالونك، واخا كتكون الامكانيات قليله كنحاول انني نقرب لك ولو غير بشويه من التنظيم ومن داكشي اللي كنشوفوه في الفيديوهات. يعني صراحه كنستافدوا الناس اللي كيقولوا لا راه الروتينات والفيديوهات والفلوغ ديال الدار راه ما كنستافدوا منهم حتى شي حاجه، انا بعدا كنستافد، كنشوف الناس كيفاش مرتبين، وكنحاول حتى انا نرتب على داك الاساس اولا كيف ما هما، كنحاول نقرب منهم وصافي. المهم هذا الشيء اللي كاين غزالات ديالي، تنوني في فيديو جديد ان شاء الله، وكنحاول وغنحاول باش ما نغبرش عليكم هذه الايام، تبقى غدا معكم في الريتم اللي كنت فيه ديال نهار ونهار لا غبرت عليكم هذه الايام، ولكن راكم كتعرفين الغلب الله ما كنتش كنقدر نحل حتى عينيا بالحريق ديال الراس، مشكيت عليكم. تهلاو ليا فراسكم، كنبغيكم بزاف، حتى الفيديو جديد ان شاء الله، بيزو لكم كامل.